الأخبار من قناة تن من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير تأتي تتويجا للجهود التي بذلت على مدار العام الماضي في القضايا محل الاهتمام. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين الجانبين في القاهرة، حيث أشار السيسي إلى أن الجهود المصرية السودانية توجت بعقد اللجنة العليا في أكتوبر الماضي، والتي نتج عنها توقيع 12 اتفاقية. ومن جانبه أكد البشير أن هناك مصيرا مشتركا بين مصر والسودان، مشيدا بتحسن العلاقات الثنائية منذ تولي الرئيس السيسي، ومشيرا إلى وجود تنسيق مع مصر وإثيوبيا لضمان حقوق مصر والسودان في مياه النيل. أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي القضاء على عدد من العناصر الإرهابية، من بينهم اثنان من القيادات الرئيسية للتنظيم الإرهابي بشمال سيناء. وأوضح أنه في إطار جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة بشأن تجمع للعناصر الإرهابية في إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء، قامت القوات الجوية بتنفيذ طلعة جوية مركزة لاستهداف البؤرة الإرهابية، وبمتابعة نتائج القذف الجوي أسفر عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية، بينهم اثنان من القيادات الرئيسية للتنظيم الإرهابي بشمال سيناء. نظمت وزارة الداخلية احتفالية تحت عنوان شرطة قوية لشعب عظيم بمقر ساحة العروض بأكاديمية الشرطة بمناسبة عيد الشرطة رقم 67. وقام طلبة أكاديمية الشرطة بالعديد من العروض الاستعراضية أثبتت مدى الكفاءة التدريبية التي يتلقونها طيلة دراستهم بالأكاديمية. وقام عدد من الضباط باصطحاب الأطفال والأهالي وطلبة المدارس إلى أرض ساحة العروض لالتقاط صور تذكارية مع القوات، فضلا عن توزيع الهدايا التذكارية، وكذلك التعرف على المدينة المرورية لتربية الناشئين على قواعد المرور. أعلنت وزيرة الصحة آلة زايد عن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث في 6 فبراير المقبل. وخلال مؤتمر صحفي على هامش أول اجتماع للمجلس القومي للسكان والذي يعقد للمرة الأولى منذ 4 سنوات، أنه سيتم إطلاق مبادرة قومية للحد من الزيادة السكانية في المحافظات التي تعاني من زيادة سكانية عالية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن حملة 100 مليون صحة هي بداية حل المشكلة السكانية وتحقيق التوعية، مشيرة إلى أن التوصيات خلصت إلى انعقاد المجلس برئاسة وزير الصحة شهريا في الأسبوع الأخير من كل شهر. نشد المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام جميع مكاتب البث والقنوات الفضائية العربية والأجنبية الالتزام بقانون رقم 180 لسنة 2018 بخصوص البث وإعادة البث من داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، وعدم وجود أي استوديوهات خارج المدينة تجنبا لتطبيق العقوبات المنصوصة بالقانون. أدانت مصر في بيان صادر عن الخارجية الهجوم الإرهابي الذي شهد انفجار قنبلتين قرب كنيسة في جنوب الفلبين، وأسفر عن وفاة نحو 27 شخصا وإصابة 77 آخرين. وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الفلبين الصديق في مواجهة الإرهاب. شهدت مدينة بطرسبرج اليوم عرضا عسكريا بمناسبة مرور 75 عاما على فك الحصار الألماني عن مدينة لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية وطرد القوات الألمانية النازية من المنطقة، حيث تمكنت القوات السوفيتية في يوم 27 يناير عام 1944 من اختراق دفاعات الجيش الألماني وتحرير مدينة لينينغراد والتي تسمى الآن سان بطرسبرج من الحصار النازي المفروض عليها. وبهذه المناسبة أقيم في ساحة القصور ببطرسبرج استعراض عسكري شارك فيه الآلاف من الجنود ومجموعة من الآليات الحربية التي شاركت في الحرب العالمية الثانية. يصطدم فريق يوفنتوس بنظيره لاتسيو في قمة مباريات اليوم الثاني في إطار الجولة 21 من الدوري الإيطالي الممتاز، وذلك على ملعب الأوليمبيكو معقل نسور العاصمة الإيطالية في 9:30 مساء اليوم. ويحتل يوفنتوس المركز الأول في الترتيب برصيد 56 نقطة، بينما يقبع لاتسيو في المركز السابع برصيد 32 نقطة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.